يا سلام. القيادة، أنا يعني الخلعة دخلت فيني فيها ما بتمرق ما ما صورك بتمرق بالهين. ما بتمرق ما بتمرق. شفنا سودان، شفنا محبة، يعني شكل السودان احنا اللي بنحلم به وشفناه في صحيح. القيادة. الشكل اللي ألغى حاجز لغات وحاجز شكل وحاجز قبيلة، صحيح. وانت يكفي انك بس تشعر بالصداع لتجد 1000 يد تتمد لك صحيح. بإسبرين. صحيح. فناس تحسك بالشكل ده. كانت ايام يعني في منتهى الجمال. المتاريس يا عظم المتاريس، يا سلام. المتاريس يا عظم المتاريس، هن البصائر والاحاسيس والعيون. القن عمايا فسرناهن آية آية ورصيناهن براهن. العيون هن المتاريس، المتاريس اللي بيشوفني يا الحبيب فجري زي شخب الحليب شاق ديجور الليالي الطلاميس. المتاريس يا عظم المتاريس، هن ريحة المشيش، هن باقي ألم حبيبة زي ريق الحبيبة داسته في حنق القواديس. ولو هفت علينا الأماني نبل الأغاني بدم أرجواني ونهدل النيل الفراديس. المتاريس يا عظم المتاريس، هن الأيادي سمرة زي طينة بلادي قطعوها ما عرفت تعادي، صلبوها ما عرفت تعادي. إيد شهيد ما أي إيد أهو قدرت تلوح من بغادي. يا بلادي الريدة تقديس، يا بلادي الريدة. المتاريس يا عظم المتاريس، هن نجوم الله المشتتة في الظلب عزلا خطان المدعبات وبقن شبط لبنية ما عرفت حيطة أمتن من صدورنا العارية حين هجموا البواليس. المتاريس يا عظم المتاريس، وصية شهيد مكتوبة بدم الوريد والدنيا عيد. نحن أخوانك يا بليد، أفعل ما تريد والله يفعل ما يريد. افعل ما تريد والله يفعل ما يريد. شكلت القراية من الورق. افعل ما تريد والله يفعل ما يريد. عبي الزنازين بالظلام عيون أماتنا الفوانيس. المتاريس يا عظم المتاريس، هن ببساطة وسادة شفاتة أحلامهم العذبة في ليل الكوابيس. المتاريس هن الخرايط المافي لوطن أعرج مكتف وحافي. واحد اثنين واحد مشوه في الشوك والمنافي، واحد اثنين واحد قتلوه وقافي. هي لله يا للطلاميس. المتاريس يا عظمة المتاريس، عشان يقوم الخير من رقدة الموت الأخير، عشان يقوم الخير من رقدة الموت الأخير. يطقطق صوابعينه يغني يرتاح في حنانه الطباشير، ويتفتت صباح الخير. والخير في الخير مكتوبة في كل السبابير، والفات زمان الأنبياء متفوت نبوت التدريس. المتاريس يا عظم المتاريس، شارع الخلود الناصية بوابة الفراديس. أصحى يا ترس أصحى، ما يخش علينا اللباليس. المتاريس يا عظم المتاريس، المتاريس يا عظم المتاريس، شارع الخلود الناصية بوابة الفراديس. الفراديس أصحى يا ترس أصحى. شكرا لك إبراهيم جابر. يعني رغم أن القصيدة الأخيرة شوية متعبة، لكن وصلنا لختام هذه الحلقة. يعني يا سلام. نترحب طبعا على كل شهداء هذه الثورة، كل شهداء الإنسانية بصورة عامة. كتر خيرك يا أستاذ إبراهيم، سعدنا بحضورك، سعدنا بقصائدك وبكل ما قدمته لنا، وبطلتك أيضا المميزة التي ظللت تحافظ عليها. يعني تسلم يا أبو حميد، وإن شاء الله نتلاقى في زمن جاي ونحن بننعم بسلام وببلد خير وكافيه وعياله حاضنين ومتماسكين ويدنا فوق بعض إن شاء الله. شكرا ايضا لكل مشاهدينا الكرام. ختاما تقبلوا تحيه فريق العمل الذي سعدت وانا انقل جهدهم، ونتمنى انه يستمر دعمنا لكل المبادرات التي تنتظم هذه الايام، سواء من المنظمات او من الافراد او حتى من الهيئات والمؤسسات، لدرء اثار الفيضان ولنجده اهلنا المفزوعين اللي على الشريط النيلي، سواء في النيل الازرق او النيل الابيض او نهر النيل. حتى الملتقى، الى اللقاء.